لكن هو اللي ما رضاش يدفعها وهو اللي نط من البلكونه. حاضر دكتور الطب الشرعي ان شاء الله في الطريق، ولا زال مش هنسيب القضيه، هنفضل نتكلم فيها لحد ما نوصل لحق جميع. هو صدور اذن نيابه النيابه العامه لالقاء القبض على والد رماء زوجة المرحوم الدكتور ولاء. الاخ اللي انا ذكرت لك وقلت لك اكتب اسمه كان على علاقه غير شرعيه مع المتهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترمين اليوتيوب. الترند قضية الدكتور ولاء زايد، الأقوال بدأت يفضحوا بعضهم بعد المشاكل اللي حصلت ما بينهم وبين بعضهم في السجن. العدد 7 متهمين، يمكن 6 من الرجالة والزوجة المفروض اللي هي تكون السند للزوج يا سادة. يمكن الأم اللي هي والدة الدكتورة رماء بدأ إن هو يتم استخراج إذن نيابة بالنيابة العامة للقبض على الأم اللي هي ميرفت يا سادة. الأم النهاردة هربانة لكن مع تقنين الكماين، وإحنا عارفين الشرطة المصرية هتجيبها، يعني هتجيبها. بنطمن حضراتكم إن في الطريق للقبض على والدة رماء، لأنها هي المحرضة، لأنها هي اللي اشتركت في الجريمة وهي اللي نفخت في النار. يمكن الناس كلها منتظرة تقرير الطب الشرعي اللي هيظهر خلال ساعات، لكن حابب إن أنا أقول لحضراتكم إيه الاعترافات الأولية اللي اعترف بيها الـ7 متهمين. ما اعترفوش غير بكلمتين بس، الـ7 حافظين هيقولوا إيه؟ إن الدكتور ولاء رحمة الله عليه كان سارق 25,000 جنيه من رماء، وهي اتصلت بإخواتها وبباباها وهو ما كانش راضي يديها الفلوس. قررت إن هي تعمل إيه؟ الزوجة اللي هي المتهمة بسرقة مبلغ 25,000 جنيه، على إثر ذلك قام بإلقاء نفسه من بلكونة غرفة السفرة. تمام؟ تمام. ده بالنسبة للكلام اللي اتكتب رسمي يا أستاذ هشام. ده التحريات. دي التحريات الرسميه. عشان كده هي استنجدت واخواتها الصبيان استنجدوا بالبلطجيه، واللي كان من ضمنهم محمد عصام. محمد عصام اللي بتدور حواليه كل الشكوك ان كان في اقامه علاقه غير شرعيه ما بين الزوجه وما بين صديق العيله. يمكن كل الكومنتات اللي بتجينا من المملكة العربية السعودية على القناة او المنصة عندنا والناس القريبة قوي من الدكتور ولاء، يمكن في كومنت لفت نظري ان بعض الناس كتبوا ان ولاء كانت مشهورة بالخيانة يا سادة هناك في المملكة العربية السعودية، وحذروا الدكتور ولاء من الزواج ليها لانها كانت على علاقة من دكتور مش سعودي، لا ده دكتور مصري قبل ما يتزوج بها الدكتور ولاء زايد. تفاصيل التفاصيل بقى. الاخ اللي انا ذكرت لك وقلت لك اكتب اسمه كان على علاقه غير شرعيه مع المتهم. تمام. وكانت واخده منه مبلغ من المال نظير ان هي مشغلاه معاه في الصيدليه. تمام. ده محمد عصام. وكانت على علاقه من فتره بسائق اوبر، وكانت واخده منه كميه من الفضه، ولولا ان الواد عمل لها فضيحه طبعا اضطرت ان هي تعمل ايه؟ اديته حاجته. تمام. فهي طبعا الكلام ده اتذكر في التحريات ان هي سيئة، لكن هنا ولاء ركب دماغه وحبها لانها كانت جميلة، ويمكن ابوها اللي كان بيسوق الحنجل والمنجل حوالين ولاء زايد وكان دايما بينزل يسهر معاه في الصيدلية يمكن رسموا الخيوط على الولد الغلبان وتجوزوا، وبدأت المشاكل زي ما حضراتكم اتسردت على السوشيال ميديا. لكن حابب ان انا انبه حضراتكم ان الـ7 المتهمين قالوا كلمتين زي ما يكونوا حافظينهم يا سادة، وامتنعوا عن باقي التحقيقات. الكلمتين اللي اتقالوا ان احنا كنا جايين شهود على الواقع، احنا كنا جايين نضغط على ولاء علشان يدي فلوس رماء، ولاء اللي دفع قبلها ب 24 ساعة 50,000 جنيه في مدارس الانترناشونال ليونس، ولاء اللي عامل لها شقة في المالديف، ولاء اللي كان جايب لها عربية خاصة توديها وتجيبها للصيدلية، ولاء اللي جاهز لها على صيدلية تمليك وملها لها أدوية، يبقى ولاء هيبص ال 25,000 جنيه ازاي يا سادة؟ ولما انتم متهمينه بسرقة 25,000 جنيه كان في جيبه 3,500 دولار ازاي؟ كنتوا خدتوهم وريحتوه، كنتوا خدتوهم من جيبه لو ليكم ال 25,000 جنيه وسبتوا الراجل يعيش يربي ابنه، يربي ابنه اللي كان بيتمناه وكان بيعشق حاجة اسمها يونس. لكن
عاوزين نوضح لحضراتكم بعض الاحداث اللي هتتم بعد كده. تقرير الطب الشرعي خلال ساعات هيكون متواجد وهنطلع نقراه لحضراتكم. لكن ايه اللي هيتم بعد تقرير الطب الشرعي؟ اول ما تقرير الطب الشرعي يوصل النيابه العامه هيتم استجواب السبع متهمين مره تانية. يعني ايه الاستجواب الاولاني؟ خلاص الاستجواب الاولاني ده كان اسمه استجواب اولي لحين وصول تقرير الطب الشرعي. طيب لما يوصل تقرير الطب الشرعي اكيد في سحكات، في ضرب، في اثر تعذيب، في 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 حاجات كتيره جدا هتوصف الحاله اللي كان عليها ولاء اثناء ما كان عايش وبعد ما توفى، والحاجات دي حصلت ازاي. فيتم الاستجواب. انتوا جيتوا في المره الاولانيه وقلت لنا ان احنا ما فيش حد كلمه، ده هو اول ما حس انه خلاص انه مهان وحس ان هي بتتهمه بالسرقه طلع جري على البلكونه ونط، احنا مظلومين يا بيه، طب تعالوا. الحاجات اللي كانت فيه، الضربه اللي في العين، عينه طلعت بره ازاي، الحاجات اللي في جسده، اثر ضربه العصا اللي هي عصا البيسبول اللي يمكن يونس اقر واعترف ان والدته ضربت الدكتور ولاء 10 مرات. عصايه البيسبول يا جماعه اللي هي العصايه الجامده دي تم تحريزها وتم رفع البصمات من عليها. يعني اوعوا تفكروا ان السوشيال ميديا الاخبار اللي بتنشر عليه النيابه العام هتجيب التحقيقات او التحريات من عليها. ده فيه تقرير طب شرعي، ده فيه بحث جنائي، ده فيه كاميرات، ده فيه راجب البواب، ده فيه مصطفى رمضان، ده فيه كمان زوجة مصطفى اللي هو كابتن السباحه. اوعوا تفكروا ان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه على السوشيال ميديا النيابه العامه بتاخده وتحجز الكلام ده وشكرا. النيابه العامه لها شغلها البحث الجنائي، زي ما قلت لحضراتكم في حلقات سابقه قبل كده، البحث الجنائي لو الشقه 100 متر يعني 1000 سنتي، ال 1000 سنتي بيتم فرز ورفع البصمات من عليه، حتى يمكن الدبليو سي في الحمام، يمكن المشروبات، الكوبايات، اي حاجه موجوده في الشقه. البحث الجنائي بيجي فريق كامل يا جماعه. او تفكروا ان البحث الجنائي بيروح فرد او اتنين، ده مش اقل من 15 20 فرد في البحث الجنائي عشان يكشفوا ويرفعوا البصمات اللي في الشقه. ده بصمات اللي بتبقى موجوده على السلم نفسها يا سيادة بترفع. يعني او تفكروا الموضوع بسيط، او تفكروا ان الموضوع بتاع ولاء كلنا بندعم قضيه ولاء زايد، وان شاء الله حق ولاء راجع، ومفاجات احنا هتظهر لنا وهتبان لنا من قرارات النيابه العامه والتحقيقات الجديده. تعالوا انتوا قلتوا ايه؟ قلتوا ان هو زق نفسه، نط نفسه. تعالى الاثر، الاصابات اللي موجوده على جسده جايه منين؟ رايحه فين؟ انت مين اللي ضربه؟ مين اللي فقع عينه؟ مين اللي شده؟ شعره، خصيلات شعره. يا جماعه ده قضيه قتل، قضيه قتل وقضيه ترند وقضيه رايحه. فالموضوع مش هيمر مر كرام، حق ولاء زايد هيرجع. احنا مش بنناشد ان القضيه غامضه، القضيه جليه، القضيه واضحه، الكل عارف ان هم اللي موتوه، لكن عاوزين نعرف مين فيهم. يمكن قرار شفى قلوب ناس كتيره جدا وهو استصدار قرار من النيابه العامه باحضار وضبط والده رماء زوجة حمدي. النهارده الناس كلها قلبها وكلها على ولاء زايد. يعني لسه في تحليل تاني، في تقارير تانية، تقارير الطب الشرعي هيتم مخاطبة وأخذ أقوال السبع متهمين لحين ما يتم القبض على الحيزابونة. النهارده بدأت تظهر لها حقائق كتيرة جدا، حتى اخواتنا من السعوديين، المملكة العربية السعودية اللي بيتابعونا على منصاتنا، وده شرف كبير جدا لاخواتنا في المملكة العربية السعودية، قالوا إن رماء كانت خاينة في السعودية ونصحنا ولاء وهو اللي ما سمعش الكلام لحد ما اتأكد بنفسه. العصاية ممكن عصاية البيسبول اللي زوجة الدكتور ولاء اللي ضربته بيه ممكن تكون الأثر، ممكن تكون هي اللي موتاه، ممكن تكون من أثر إن الضرب الشديد على الجمجمة أو على المخ الراجل اتسلب منه حياته، اتسلبت منه إرادته، إنه ما عادش مركز. علشان كده لما دخل رجب ودخل مصطفى كابتن السباحة كان ولاء مش قادر يرد، ممكن يكونوا مصورينه فيلم عاري، وعشان كده لو قالوا له اتكلم، لو اتكلمت احنا هنعمل وهنسوي. يا جماعة القضية فيها ألغاز كتيرة جدا، فيها حلقات مفرغة كتيرة جدا. واكيد لما كان مصطفى بيخبط على الباب اكيد الراجل اللي هو حمد الرشوان ده بص بالعين السحرية وعرف مين اللي جاي. يعني هم لو كانوا مكتفين ايديه ورا ظهره، عشان في ناس كتيرة جدا قالت ان الدكتور ولاء كان مركون على عمود وممكن يكون متكتف الايدي. لا، هم اكيد طالما رن الجرس يعني هتبقى شكلها وحش. شقه الدكتور ما فيهاش عين سحريه، شقه الدكتور مغترب في السعوديه ومراته قاعده لوحدها، مش هتركب عين سحريه. اكيد هم شافوا مين اللي على الباب
وهم طبعا يعني طلعوا اذكياء ان هم فتحوا الباب وخلوه يشوف ولاء بنفسه، لانهم في حاله الاستغاثه اللي ولاء زايد رفعها على السوشيال ميديا او جروب العماره، لو ما اتفتحش الباب كانوا هيفشوا الباب وكان هيعرفوا ان الموضوع فيه وراه داهيه. فعلشان كده هم هددوا ولاء قبل ما يفتحوا الباب لمصطفى ورجا، ده اللي حصل. لكن حالة الاستقرار او حالة التسمر اللي كان ولاء فيها طبعا بتحير الناس كلها وفيها الغاز كتيرة جدا. لكن ان شاء الله تقرير الطب الشرعي خلال ساعات، خلال ساعات، واقوالهم برضو من اجل حركهم من اقوالهم في النيابة العامة في اول ما اتمسكوا ان احنا ما عملناش حاجة، احنا كنا بنطالب بفلوس ولاء، لكن هو اللي مرضاش يدفعها وهو اللي نط من البلكونة. حاضر، بقول لكم حاضر، تقرير الطب الشرعي ان شاء الله في الطريق وهنشر لحضراتكم، هنعرف مين اللي رمى ولاء. حبينا ننشر لحضراتكم اخر الاخبار والحصريات في قضيه الدكتور ولاء زايد، مش هنسيب القضيه، هنفضل نتكلم فيها لحد ما نوصل لحق ولاء زايد. فان شاء الله في خلال الساعات القادمه هنشر لحضراتكم تقرير الطب الشرعي لحاله الدكتور ولاء زايد رحمه الله عليه. فلو حضرتك شاهدت معانا الفيديو للنهايه يا ريت ما تنساش في الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس كمان. وخبر صغير كده قبل ما نقفل، الفضه اللي كانوا بيتكلموا عليها امبارح اللي هي كان العشيق كان مدي فلوس لرماء رباع حمدي، ما طلعتش فضه، ما طلعتش ذهب زي ما احنا ناس طيبه كده، الفضه دي لا، ده طلعت الفضه